ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 245 ألف جهاز ومنتج طبي وتجميلي مخالف خلال حملة تفتيشية لعدد من مستودعات ومنافذ بيع الأجهزة والمنتجات الطبية ومنافذ بيع مواد التجميل في محافظة جدة. وشملت الزيارة التفتيشية لمنافذ بيع منتجات تجميل 110 منافذ، بلغ عدد المخالف منها 40 منفذا وضبط فيها أكثر من 3000 منتجا تجميليا. وتنوعت المخالفات ما بين منتجات مخالفة لشروطات الهيئة وأخرى منتهية الصلاحية أو مخالفة لشروط التخزين أو غير حاصلة على التراخيص. ينضم إلينا من استوديوهاتنا في جدة الأستاذ طبعا عباد خالد العباد، مدير إدارة تفتيش الدواء، طبعا الدواء والأجهزة الطبية بهيئة الغذاء والدواء. حياك الله ويا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية يعني كم منتج تم ضبطه أيضا عدد المنافذ، لو نرجع نستعرض الأرقام من جديد لأنه رقم يخوف. طيب، أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا لكم لإتاحة الفرصة لإبراز دور الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابي. الله يحييك. وممكن السؤال مرة ثانية؟ يعني إحنا نتحدث عن الأرقام اللي استعرضناها، 110 منافذ اللي تم طبعا ضبط فيها منتجات، بلغ 40 منفذا، ممتاز. لو نفصل أشياء هذه المنافذ، أيضا الأعداد، نوعية المنتجات المضبوطة، لأنه نتحدث عن أرقام مرعبة للأمانة. يعني صحيح، الأرقام مرعبة. المنافذ، إحنا أطلقنا مؤخرا حملة لتفتيش منافذ البيع على منافذ البيع للمنتجات التجميلية ومنافذ البيع والمستودعات، الأجهزة الطبية شغالين لفترة على المستودعات، سواء للمستودعات الدوائية والمستودعات الأجهزة الطبية. ضبطنا منتجات مخالفة، عدم في بعضها كان غير مدرج في أنظمة الهيئة، والبعض الآخر كان تغيير هوية. الأبرز المخالفات كانت يعني تغيير هوية المنتج، عدم إدراج المنتج، هذا طبعا يعتبر مخالف لنظام الهيئة. نعم، نظام مواد التجميل عفوا، ولائحته التنفيذية. جيد. يعني احنا لما نتحدث عن تفتيش 110 منافذ، المخالفين عدد المخالفات منها طبعا المخالف منها 40 منفذ، يعني نتحدث عن قرابة 40% من المنافذ مخالفة. ونعرف ايضا انه المضبوطات لا تمثل الموجودات يعني بكل تأكيد، وتحدث ايضا احصائيات انه تقريبا يمكن 20% من الموجودات داخل السوق. يعني في خلل كبير فيما يتعلق بوجود مثل هذه المنتجات، باعتقادكم من ابرز الاسباب في وجود هذا الخلل، وانتم دوركم ايضا فيه؟ تفضل. احنا دورنا طبعا موجود في المنفذ، في يعني تحال الينا المواد التجميليه وتتم مراجعتها ومطابقتها. السؤال هذا ممكن الضبط من ناحيه، يعني احنا نتحدث عن خلل كبير داخل المملكه العربيه السعوديه من خلال هذه الارقام في من حيث وجود منتجات تجميلية مخالفة. ممتاز. الجهات المسؤولة من ضمنها أنتم، دوركم في طبعا تسليط الضوء على هذه المشكلة، أيضا البحث عن الأسباب. يعني بسألك، إيش هو سبب وجود هذه الأرقام الكبيرة برأيك؟ وجود الأرقام الكبيرة هذا مو هو فقط كان في منافذ البيع، هذه الأرقام كانت لمنافذ البيع وللحملات الميدانية في المستودعات. فمنافذ البيع لو ترجع للخبر حتلاقي عدد المضبوطات كان في منافذ البيع أقل من كذا بكثير، يمكن 3000 منتج. أي 3000 منتج. نعم. حتى يعني إحنا نتكلم على 110 منافذ، 40 منفذ مخالف، 3000 منتج. صحيح. هذه في حملة واحدة بس، يعني إحنا نتحدث يعني معناتها المنتجات من الآخر، معناتها المنتجات أنا لو أخذ جولة يا عبد الإله بالنسبة لمنتجات تجميل بلقى لي منتجات مخالفة وممكن أشتريها. أنا أتكلم إنه ما ارتقت بالنسبة لكم في الهيئة إنه يصير حالة الحملة مستمرة، المفترض تكون حالة طوارئ البحث عن أصل المشكلة اللي أوجد مثل هذا الكم الكبير من المنتجات داخل المملكة العربية السعودية. فعلاً، وإحنا شغالين مع جميع الجهات ذات العلاقة في أن إحنا نحاول قد ما نقدر إنه المنتجات هذه تكون مدرجة ومراقبة. نعم. من هيئة العامة للغذاء والدواء، ومتأكدين من يعني ضمان سلامتها ومأمونيتها. طيب أستاذ عباد، بالنسبة لي أيضا التوعية حول المنتجات المقلدة اللي تضبطونها واللي موجودة في السوق، توعون خصوصا أنه مثل هالمنتجات ممكن السيدات أكثر من يستخدمها. صحيح. يكون هناك توعية في مواقع التواصل، إعلان بشكل دوري لا تشترون هالمنتجات وما إلى ذلك.
هذا اللي قاعد يصير. الهيئة قاعدة تبلغ وتعطي توعيات توعية مستمرة نعم لجميع المواطنين والمقيمين. دور الهيئة في الأخير حماية المجتمع عن نعم. طريق التنظيم ودور الرقابة فعال. طيب إيش أبرز أسماء هذه المنتجات المخالفة أو اللي الرائجة واللي يستخدمونها الكثير من النساء وأنتم تمنعون وجودها داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانت طبعا منتهية الصلاحية اللي عادة نكون في منتهية الصلاحية المفترض أنه الناس تدقق عليها أو حتى الغير مصنفة لديكم؟ إيش أنواع المنتجات هذه عشان الآن المشاهد أو اللي يشتري كثير منتجات تجميل يأخذ حذره فيها؟ ما نقدر نقول إيش المنتج المخالف. المنتج المخالف إذا كان في منتج مغشوش أو منتج هذه تنشر نشرات توعوية في مواقع الهيئة ومواقع التواصل. أما المنتجات المنتهية الصلاحية هذه إذا كانت في منفذ بيع ومعروضة هذه يعني قضية تعتبر غش تجاري، وبالتالي تحول إدارة الإنفاذ هي التي تتخذ القرار في تحويل القضية وتطبيق العقوبة اللازمة في موضوع مثل هذا. يعني طيب. قد تتحول للنيابة العامة، قد تتحول القضية ل المعدات الطبية. طيب المخالفة أيضا يعني كانت عبارة عن ماذا؟ كانت عبارة عن عدسات طبية لاصقة، وكانت عبارة عن ملصقات ظهر، كانت عبارة عن أشياء كثيرة. يعني طيب مثل هالمنتجات يعني لها أخطار، يعني احنا ما نتحدث عن والله لعبة طفل مقلدة ولا اي شيء ولا تيشيرت ولا ملابس مقلدة، انه ممكن الواحد تكون غير قابلة للمواصفات يعني ويرميها. احنا نتحدث عن امور تتعلق بصحة الفرد، فبالتالي نتحدث عن انعكاسات خطيرة جراء استخدام مثل هالمنتجات. بالنسبة للعقوبات فيها ايضا بالنسبة لديكم في هيئة الغذاء والدواء أيضا من ناحية الضبط وأيضا الجهات الضبطين، ذكرت قبل شوي عن الغش التجاري أيضا يحال وزارة التجارة وبالتالي النيابة العامة، أنتم في مسألة الضبط ما هي الإجراءات المتبعة؟ في مسألة الضبط؟ مسألة الضبط ومن ناحية العقوبات أيضا الموجودة، هل باعتقادك أنها تتواكب مع حجم طبعا الضرر اللي تسببه وجود مثل هالمنتجات؟ الثقة تامة أنه المنتجات اللي تكون مغشوشة هذه راح يتم معاقبة المتسبب فيها وستحال القضية إلى للجهات المختصة. أوكي. أما فيما يخص المنتجات اللي تكون غير حاصلة على إذن بالتسويق، غير حاصلة على غير مدرجة في أنظمة الهيئة، هذه إذا يعطى فترة لا أعلم مش الفترة، يعني هذه إدارة الإنفاذ هي اللي تبت في الموضوع مثل هذا. عندنا إدارة تنفيذية للمطابقة وإنفاذ الأنظمة هي اللي تبت في الموضوع في مراجعة التقارير ومراجعة المخالفات عفوا. زين أستاذ عبادة، أيضا بالنسبة لتويتر اليوم ما تنزل تغريدة اللي يجيك أكثر من منشن تحتك يعني منتجات طبية ومنتجات أيضا حساسة تباع في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا تصلك إلى حساباتك، يعني صحيح. شوف في جميع الحسابات أيضا صحيح. ما المتخذ مع مثل هذه السلوكيات؟ إحنا نحاول قدر المستطاع أن نوصل المصدر الرئيسي لهذه المنتجات. نحاول نتواصل مع الجهات المختصة، نحاول نعمل بعض الكمائن ونسوي زيارات تفتيشية إذا كانت مؤسسة سوينا زيارة تفتيشية للمؤسسة، وفي بعض الأحيان يكون فرد. أنا من المنبر هذا ودي أدعو دعوة لجميع المواطنين والمقيمين في البلد أنه نعم. يبلغوا الهيئة إذا شافوا أي منتج مقلد أو مغشوش أو شك حتى في منتج في عليه. البلاغات هذه راح تقودنا من خلال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رقم الاتصال الموحد اللي هو 149. شكرا جزيلا لك الأستاذ عباد خالد العباد، مدير إدارة تفتيش الدواء والأجهزة الطبية بهيئة الغذاء والدواء، كنت ضيفنا من جدة.